مساء الخير واهلا بحضراتكم في حلقه السبت من برنامج اسر الكلام. النهارده 19 نوفمبر، السبت 19 نوفمبر، صدر حكم بالسجن سنتين وكفاله 10,000 جنيه لنقيب الصحفيين المصريين واثنين من اعضاء مجلس النقابه. ايا كانت تفاصيل القضيه وايا كان موقفك وايا كان موقفك من القضيه وايا كان اختلافك مع طريقة إدارة الأزمة جوه نقابة الصحفيين، أيا كانت التفاصيل، اللي حصل النهاردة للأسف تاريخ هيتسجل فيما يخص ملف حرية الصحافة أو ملف التجرؤ على الصحافة. وزمان زمان قوي علمونا إن الصورة بألف كلمة. أساتذة الصحافة علمونا إن الصورة بألف كلمة، وعلمونا كمان ان في قضايا الجدل والكلام فيها كتير ما يجيبش فايده، لان القضيه والحدث بيبقى اكبر من مليون كلمه. علشان كده الصوره بتاعتنا النهارده يمكن الكلام بيضايقكم، يبقى خليها الصوره لوحدها عشان محدش يضايقكم. طلعنا فاصل يا بيه.